السلام بلا ملل يا نجمة البحر والأمل يا والدة ربي الأزل. أعيدي سلاما فقدنا بما قد تتوحد بخدمة كل الطوائف لأنه هاي كان دورة التاريخ وهاي أمنيتنا ومرمروا يحميكم يا رب ويحمي هالرعية. حبيت أنا بصراحة كانت الأيدية عندي إنه يكون بكل بيت في صورة لمرمرون لأنه هو شفيعنا وشفيع الرعية. عملنا هون عادي الجوزة قص الخشب وحطينا صور مرمرون عليهم. نتمنى مرمرون يكون بكل بيت، نتمنى كل العالم تتقدس. والله يخلينا لإخواني أبونا يوسف وأبونا مارون ويضلوا فوق راسنا يا رب وكل سنة بتصير. يا نجمة البحر والأمل. كيف بلشنا بالفكرة بقلب يسوع؟ كنا باجتماع وقلنا شو معقول نعمل لندعم مؤسسات خيرية، ففكرنا قال ما بنعمل غدا لرعية منبلش فيه. اوكي مين ببلش فيها وكيف؟ قلنا كل واحد بحضر شيء. هي الفكرة اكتر شيء نحن مقتصدين عليها والكل عم بحبها انه نعملها نساعد بعض. الأهم من هيك إنه اللي حلو كل سنة عم ندعم زيادة وعم نتشجع ونعمل أكتر لأنه كل المصاري عم نحطها عم ندعم مؤسسات خيرية بلبنان وبكندا على صعيد إندفيدوال. هيدي المصاري عم بتروح كل سنة على لبنان، نعطي تيليلوميان، نعطي صوت محبة، نعطي كاريتاس، نعطي ميسيون دو في واللي بيهتموا بالختيارية. وكمان كان في مؤسسة كمان جديدة هي درب السما يلي بيساعدوا الشباب المدمنين واللي عم بشجعنا اكثر العالم يلي عم تيجي تتغدى معنا، وهو اكيد كله شغل الستات ايديهم ما في شيء خالص. احنا بنشكرهم كلهم وبنشكر الابوات والاخوان يلي بيساعدونا وبيدعمونا دائما. طول لم تزل